بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأحييكم أيها الأخوة والأخوات، ممثلي وسائل الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على تلبيتكم السريعة لدعوتنا. بداية هذه الندوة الصحفية نريد أن نحيي الشعب الفلسطيني في الذكرى 65 للنكبة التي حلت به، ونعبر عن تضامننا الكامل مع مأساته ومع كفاحاته من أجل استعادة أرضه، ونشد على عزمه في الدفاع عن الأقصى الأسير الذي يتعرض لضروب قاسية من العدوان وشرسة. نحيي بطولات الشعب الفلسطيني، وندعو أحرار العالم والأمة إلى الوقوف إلى جانب دفاعه وصموده. نحن تأتي هذه الندوة خلال انعقاد الحوار الوطني الذي جمع أحزابا رئيسية، بل مثل الأحزاب المنتخبة الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، ونحن نؤكد إيجابية هذا الحوار وما قطعه من أشواط على طريق الوفاق الوطني وتيسير عمل المجلس الوطني التأسيسي في سنه للدستور. نحن نؤكد إيجابية هذا الحوار، نؤكد أهمية النتائج التي توصل إليها هذا الحوار، بدءا بالاتفاق على أهم معضلة يمكن أن تعرقل مسار سن الدستور وربما تدفع إلى الاستفتاء. هذا الحوار الوطني توصل إلى وفاق حول هذه المعضلة الكبيرة، فكان الاتفاق على نظام مزدوج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني على نحو تتوزع فيه السلط بين الرئاسة رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة، فلا تنفرد جهة بالسلطة إلى جانب سلطة المجلس الوطني التأسيسي. كما على صعيد الدستور تم تجاوز بعض المشكلات ذات الطابع الشكلي، مثل موضوع هناك عبارات اعترض عليها البعض في نسخة الدستور المقدمة، مثل تأسيسا على ثوابت الإسلام، فقبلت النهضة تغيير هذه العبارة بعبارة تعاليم الإسلام وما شابه ذلك، فما ينبغي أن نختلف كثيرا حول الألفاظ. وكذلك تم الاتفاق في المسائل الدستورية على تأكيد مبدأ حرية الضمير وحرية الاعتقاد، أيضا على صعيد تيسير العملية الانتخابية تم الاتفاق على القانون الانتخابي، تم الاتفاق على المحافظة على القانون الذي جرت عليه اتفاق انتخابات 23 أكتوبر، أي النسبية مع أكبر البواقي. مرحبا. قلت مع إذن
تم الاتفاق على المحافظة على القانون الانتخابي السابق، أي قانون النسبية مع أكبر البواقي، ولكن مع جملة من التحسينات تتعلق بالتزكية، أنه أي مرشح لابد أن يحصل على عدد من التزكيات. وأيضا تم الاتفاق على ضرورة ضبط المنح المالية التي تقدم للقائمات المترشحة على نحو يدرأ عن الموضوع، يدرأ عنه ضروب التحيل، ويضمن لميزانية الدولة أن تسترجع أموال القائمات التي لم تحصل على نسبة محددة، وهذا اعتبارا بنتائج التجربة السابقة. أيضا تم الاتفاق على المواعيد الانتخابية أن تكون هذه السنة هي الحيز المتاح لإجراء كل الانتخابات، يعني الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، على نحو أن الشعب التونسي يستقبل سنة جديدة بوضع ديمقراطي إن شاء الله عادي، وننهي المرحلة المؤقتة هذه. تقريبا هذه جملة الوفاقات. والآن الحوار الوطني منذ البارحة وقبل البارحة دار حول مسائل أخرى، من مثل مسألة توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة نزيهة، توفير مناخات من التهدئة في البلاد عامة، وذلك من خلال الاتفاق على جبهة وطنية والاتفاق على صف وطني موحد في مواجهة كل ضروب العنف وكل ضروب الاستهتار بالمصلحة الوطنية. وفي هذا الصدد طرح مسألة العنف باسم الدين، وكان هناك استنكار من الجميع لما حصل، لما تعرضت له بعض مناطق البلاد مثل جبل الشعامبي، ما حصل فيه من عدوان على قواتنا الأمنية وقوات الجيش. الجميع متفقون على أن الشعب التونسي يقف صفا واحدا وراء أمنه وجيشه، دفاعا عن السلم ودفاعا عن القانون في البلاد. واعتبار أن ما يمارس من عنف باسم الدين لا مشروعية له، لا مشروعية سياسية ولا مشروعية دينية، فهذا فجيشنا وشعبنا وشرطتنا كلنا مسلمون، فلا يوجد مبرر ديني لأن يقاتل المسلم أخاه المسلم، لا سيما والبلاد تعيش ظروف سياسية غير مسبوقة من الانفتاح ومن الحرية. لأول مرة عندنا حكومة شرعية ومجلس وطني شرعي، فمن يعلن السلاح، من يستظهر بالسلاح ضد هذه الدولة الشرعية، ضد هذه الدولة المسلمة، هو مفتات في الحقيقة، معتد ويعتدي على الدين ويعتدي على السياسة وعلى الوطنية. طرحت بعض المسائل الأخرى تتعلق ب ما يسمى الروابط، رابطات حماية الثورة، حيث طالب مشاركون في الحوار الوطني بحلها أو في الحد الأدنى بمطالبة وزير السلطة، مطالبة وزير العدل ووزير الداخلية بحلها، أو بحل ما لم يتشكل منها وفق القانون. ونحن الاعتراض لنا على التزام، ضرورة التزام الجميع بالقانون، نحن في دولة قانون، ولذلك الاعتراض لنا على دعوة كل الجمعيات أن تنتظم في إطار القانون وأن يطبق القانون على الجميع. ولذلك إذا كان من هذه الروابط ما لم يتشكل وفق القانون، فعليه أن يوفق
أوضاعه إلا تعرض للحل تطبيقا للقانون. نحن فقط ليس عندنا اعتراض على هذا، اعتراضنا فقط أن يستهدف طرف واحد هو هذه الروابط. نحن ضد العنف أيا كان مأتاه ومن وأيا كان الضحية. نحن متعاطفون مع كل ضحية للعنف، لا سيما وأننا نحن ضحايا العنف لمدة أكثر من ربع قرن ولا نزال ضحايا العنف. فهنالك أكثر من 26 أو حوالي 26 مركز من مراكز النهضة تعرضت للحرق أو للنهب، ولذلك نحن ليس عندنا أي دفاع عن أي ممارسة عنيفة، بل نقف مع كل ضحية وضد كل معتدي، ولكن بشرط لا يكون المستهدف طرفا واحدا، وإنما أن يكون الهدف تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ودون تحيز. ونعتبر أن الحوار سيستمر بعد أقل من ساعة، يعني الساعة الثالثة سيستمر الحوار، ربما تكون حلقته الأخيرة التي ستلخص جملة القضايا وتخرج ببيان ختامي إن شاء الله. نحن نعتبر هذا الحوار خطوة مهمة جدا على صعيد إجراء انتخابات حرة نزيهة. هذه الحوارات مهمة جدا باعتبار أنها الحلقة الأولى التي ستتلوها حلقة ثانية في ضمن المجتمع المدني بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، وحلقة ثالثة وهي منتهى هذا الحوار في المجلس الوطني التأسيسي. البلاد اليوم محتاجة إلى هذا الحوار، محتاجة إلى دعم الوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار التي تتربص بديمقراطيتنا وبتجربتنا المتميزة. نحن نوجه النداء إلى كل أبناء تونس وبنات تونس إلى لحظة تضامن، إلى حالة تضامن في مواجهة هذه الأخطار، ومنها أخطار العنف سواء كان باسم الإسلام أو كان باسم الثورية أو بأي اسم آخر. فالعنف مرفوض، ولا شك أن أسوأ أنواع العنف ما استظهر باسم الدين سيكون لا شك خطأ فادحا في فهم الدين وفي التعامل مع مصلحة الأمة. لا يمكن لطرف أن يجمع في نفس الوقت بين الدعوة إلى العنف وبين ما يعتبره حق له أن ينشط في المجتمع المدني. لا يمكن لأي فصيل سواء كان اسمه أنصار الشريعة أو غير أنصار الشريعة أن يجمع بين الأمرين، بين حقه في المواطنة، حقوق المواطنة، حق التعبير والنشاط في المساجد وفي الإعلام وفي الساحات العامة، هذا حق، ولكن لا يمكن أن يجمع معه في نفس الوقت ما يعتبره حقا من حقوقه وهو الدعوة إلى العنف باسم الجهاد واستحلال الدماء. ما حصل في جبل الجلود من ذبح بالسيف لضابط شرطة تطبيقا فيما زعموا، ونحن لم نسمع من هذه التنظيمات الجهادية استنكارا لهذا العمل حتى الآن، ذبح هذا الضابط ذبحا بالسيف وواصلوا اعتداءهم فسلبوه ماله وخمسوا هذا المال، يعني اقتسموه يعني بينهم، والإمام وأخبروا بذلك إمامهم إمام مسجد، فهو الذي أفتى لهم بهذا ودعاهم إلى أن يمضوا ليلتهم حماية لهم في المسجد. لا يمكن للمساجد ولأئمة المساجد، لا يمكن للساحات العامة
أن تتحمل هذا الأمر، أن تتحمل الدعوة للقتل لقتل المسلمين، وفي نفس الوقت إقامة المعارض وإقامة المخيمات أو خيمات الدعوة. لا يمكن إلا أن يختار الإنسان بين أمرين، بين أن يعمل في إطار القانون ويتمتع بكل حقوقه كمواطن في إطار القانون، وبين أن يتمرد على القانون، وبطبيعة الحال القانون عندئذ لن يحميه لأنه متمرد خارج ويعتبر من الخوارج، خارج عن القانون وخارج عن الصف الوطني. نحن نامل من كل التونسيين على اختلاف اتجاهاتهم، نامل أن يتغلب العقل وأن تتغلب المصلحة الوطنية، وأن ندرى أن نحمي وطننا من هذه المغامرات التي لا يرجى منها خير. نحن على يقين من أن ثقافة السلم في تونس هي الثقافة السائدة، وأنه لا مستقبل للعنف مهما كان مأتاه، سواء كان هذا العنف باسم الدين أو كان باسم أو كان تحت أي عنوان آخر من العناوين، سواء كان هذا العنف دعوة إلى القتال، أو كان هذا العنف قطعا للطرقات أو حرقا للمؤسسات أو تعطيلا لوسائل العمل، فكله عنف ينبغي أن يقاوم بنفس الحدة والدرجة. وشكرا لكم، وإذا كان لكم أسئلة تفضلوا. في المسائل الدستورية التي تم السؤال عنها مسألتان، مسألة تقييم الدستور ومسألة صلاحيات الرئيسين، رئيس الدولة ورئيس الحكومة. الدستور حتى الآن لم يأخذ صفته النهائية، يعني نسخة وراء نسخة، الآن أمامنا النسخة الثالثة المسودة الثالثة، وبالتالي فلا نستطيع أن نحكم، أن نعتبر أن الدستور قد اتخذ صفته النهائية، وإنما هو لا يزال بصدد التطور، لا يزال الآن عند اللجان، وربما الأسبوع القادم يدخل للمناقشة العامة، المناقشة العامة في ماذا ستبقي ماذا ستغير. نعتبر النسخة القائمة الآن أنها مرحلة من مراحل تطور الدستور، وبصفة عامة هذه النسخة على ما هي عليه أكدت على الحريات العامة والخاصة، حيث أكدت الحقوق والحريات، وهذا هو المطلوب أساسا من الدستور، لأن هذه الثورة إنما قامت على الاستبدال، ولذلك مطلوب من هذا الدستور الذي أفرزته ثورة أن يضمن للتونسيين حقوقهم وحرياتهم الكاملة. ما تبقى بعد ذلك مسائل ذات طابع إيديولوجي، ونستطيع باختصار أن نقول هذا الدستور استهدف أن يجمع بين مبدأين أساسيين، مبدأ الإسلام ومبدأ الحداثة، وهذا حلم للتونسيين منذ القرن التاسع عشر، أن ينشئوا دولة حديثة في إطار قيمهم ومواريثهم الإسلامية. وأحسب أن الدستور توفق إلى حد كبير في إيجاد الخلطة في هذا الجمع بين قيم الإسلام وقيم الحداثة. كذلك أكد على الجيل الثالث والرابع من الحقوق، يعني مثل الحقوق الاجتماعية، على حين أن الدستور 59 ما أكد إلا على الحقوق السياسية ولم ينفذها، على حين أن الدستور أكد على هذه الحقوق الاجتماعية أيضا إلى جانب الحقوق السياسية. وندوة الحوار نفسها أكدت على حق الإضراب،
من الحقوق الاجتماعية، وفي نفس الوقت حرية العمل. حرية العمل أي حرية العامل في الوصول إلى مكان عمله، فليس من حق الإضراب عرقلة النشاط ومنع العمل. أيضا نكد الدستور على الحقوق، على حقوق الجيل الرابع مثل البيئة، وهذا أمر جديد فيما يتعلق إذا الدستور هو في مرحلة من مراحل التشكل، ولم يأخذ شكله النهائي حتى يحكم عليه حكم نهائي، ولكن النسخة الموجودة تبشر بخير، تبشر التونسيين بأنها استجابت لأحلامهم، حققت أحلامهم في الحرية، وأحلامهم في أنهم يريدون أن يعيشوا عصرهم مسلمين. وهؤلاء هم التونسيون، التونسيون متمسكون بعصرهم، متمسكون بدينهم. صلاحيات رئيس الحكومة واضحة في الوفاق الذي تم التوصل إليه، وهو لما يدخل بعده في نسخة الدستور، وإنما هذا ما توصل إليه الحوار الوطني في قرطاج، تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة على نحو أن يصبح لرئيس الدولة سلطة في المجال الدفاعي وفي المجال الخارجي وفيما يتعلق بالأمن العام، أي ما يهدد الأمن العام في البلاد. وأيضا لرئيس الحكومة إدارة الشؤون العامة في البلاد. فيما يتعلق بأنصار الشريعة واعتزامهم عقد مؤتمر في القيروان، الحكومة أعلنت أنها ستمنع ذلك باعتبار أن ما عندهمش ترخيص، وأننا في دولة قانون، أنشطتنا ينبغي أن تتأطر في إطار القانون. في مرات سابقة طلبوا ترخيصا لهم وأعطوا ترخيصا، يعتبرون أن نشاطهم لا يحتاج إلى ترخيص، ومن حق السلطة أن تفرض القانون على الجميع، وإلا لا تبقى دولة بعد ذلك. نحن نؤيد إصرار الحكومة على تطبيق القانون على الجميع، لا أحد في دولة القانون فوق القانون. ونحن ننصح أنصار الشريعة وكل المواطنين، ننصح الجميع أن ينضوا في إطار القانون، فالانضواء في إطار القانون موش ذل، موش تنازل عن مبادئ، وإنما هو رعاية للمصلحة العامة في مجتمع منظم. لا تعرضوا أنفسكم ولا تعرضوا مواطنيكم وشبابكم، لا تعرضوهم لمواجهة الدولة. الدولة التونسية مش دولة ضعيفة، هذه دولة راسخة من آلاف السنين، ونحن نطالب الدولة بالعدل بين الجميع، ونطالبها بتطبيق القانون على الجميع، وتطبيق القانون هو العدل في الحق. وأما وصف هؤلاء رجال الأمن بالطاغوت فهو استهتار بقيمة الدولة. الإسلام جاء بنظام حياة، وكان مؤسس الإسلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أسس الدولة، ولذلك الذين يريدونها فوضى هم لا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطاغوت هرب. نعم. الطاغوت الحقيقي هرب. الطاغوت الحقيقي هرب، وبقي الشعب التونسي الذي أسس لهذا النظام وانتخب هذه الحكومة، الذي يقيس يقول
يقيس الحكومة القائمة على حكومة المخلوع ينسى بأن هناك ثورة حصلت في البلاد وأن الحكومة القائمة انتخبها شعب وأن هناك برلمان انتخبه شعب وأن هذا الشعب سيدافع عن ثورته في مواجهة نزوعات الفوضى أيا كان مصدرها. أما عن حل الروابط والتشبيه بين الروابط وبين أنصار الشريعة، هذا التشبيه لا يستقيم، أرى موجود شبه ولكن هناك فوارق أساسية. فالروابط حتى الآن لم تتبنى استراتيجية العنف واستراتيجية القتال واستراتيجية القاعدة، أيضا لم ينسب إليها قتل. وعلى كل حال القانون ينبغي أن يطبق عليها وأن يطبق على الجميع، ونحن ضد حل الروابط بقرار سياسي، لأن مهمة حل أي جمعية من الجمعيات مهمة من هي؟ مهمة قضائية. فلماذا الأحزاب السياسية لما تتخذ هذا القرار؟ نحن لم نتفق في قرطاج في ندوة الحوار، لم نتفق على أن الأحزاب ستتخذ قرارا سياسيا بحل الأحزاب. ممكن أن ندعو الدولة، ندعو الحكومة إلى أن تطبق القانون على روابط الثورة وعلى الآخرين، إذا تطبق القانون على الجميع، لا أحد فوق القانون. لكن الأحزاب لا تحل محل القضاء في إصدار حكم، الذي يصدر الحكم هو القضاء. ونحن ندعو روابط الثورة من كان منها ليس مؤطرا في إطار القانون أن ترتب أوضاعها القانونية، أن تندرج في إطار القانون، توفق أوضاعها. الجميع ينبغي أن يندرجوا في إطار القانون ما داموا مسالمين، ما دام ليس لهم عمل عنيف. إذا تجاوزوا القانون فينبغي أن يطبق عليهم. نحن الحوار مع السلفية، السلفية ليست شيئا واحدا، السلفية سلفيات، ومعظمهم مسالمون توافقهم على أفكارهم أو لا توافقهم هذا موضوع مجتمع مدني. المجتمع المدني هو الذي يحسم في قضايا الأفكار، ما دامت هذه الأفكار لا تدعو إلى قتل ولا تدعو إلى حرق ولا تدعو إلى عنف، فمردها إلى المجتمع المدني من خلال وسائل الإعلام ونوادي الفكر والجامعات هي التي تتدافع فيها الأفكار، والمجتمع هو الذي يصفي في النهاية، يقبل هذه الفكرة أو يرفضها. ولذلك نحن مع الحوار مع السلفيين ومع غيرهم، ولكن بشرط احترام الأمن العام، احترام السلم الاجتماعية، رفض العنف. أما من يحمل قنبلة في يده فأي حوار معه؟ من يزرع القنابل التي تحصد الرؤوس وتحصد الأرجل كما حصل، فهؤلاء الحوار معهم مع موكول لمن يحمل السلاح أي لأجهزة الأمن. أما المجتمع المدني فيحاور أصحاب الأفكار أيا كانت أفكارهم. نحن أما عن الجبهة الوطنية، نحن فعلا ندعو لجبهة وطنية ضد العنف يشارك فيها كل من هو حريص على استتباب السلم في هذا المجتمع، كل من هو حريص على تحقيق أهداف الثورة في إنتاج دولة ديمقراطية نامية. العنف
مقاومة العنف ليست مهمة حزب ولا مهمة الدولة فقط، وإنما مهمة المجتمع كله بمفكريه وإعلاميه وأهل الدين فيه وأهل السياسة وأهل الاقتصاد. والعنف مزيج مركب، قنبلة مركبة، مزيج متفجر فيه الفكر وفيه السياسة وفيه جوانب التنمية. مطلوب إذن من الجميع، من أهل الفكر ومن أهل الإعلام وأهل الاقتصاد وأهل السياسة وأهل الدين، أن يشتركوا في مقاومة العنف. ولكن إذا حمل العنف السلاح فينبغي أن يتصدى له أهله، أن تتصدى له الحكومة بوسائلها لفرض السلم الاجتماعي. أي نعم، بعد ذلك سأحاول أن أجيب باختصار عن انتشار الخيمات الدعوية. ما كان منها في إطار القانون فهذا حق من حقوق المواطن. هناك مؤشرات لبداية إرهاب في تونس، وأن تونس تتحول قاعدة أو جزء من القاعدة. ذكرت أن هذا ليس واردا إن شاء الله، باعتبار أن التونسيين متضامنون حول رفض العنف، وأن التونسيين تحكمهم دولة انتخبوها فلا يمكن أن يفرطوا فيها. هل هناك تراجع تكتيكي أمام في موضوع النظام المزدوج؟ نحن قدمنا ما يسميه البعض تنازلات، ونحن نقول قدمنا ليس تنازلات وإنما قدمنا مواقف للمصلحة الوطنية. وإذا من اعتبرها تنازلات فليكن، نحن نتنازل لمصلحة وطننا ولمصلحة التوافق. بل أكثر التنازلات نحن قدمناها، ولسنا بنادمين على ذلك، لأنه نحن جزء أساسي من استراتيجيتنا هي استراتيجية التوافق، وهذا شرط من شروط نجاح المرحلة الانتقالية، أن يسودها منطق التوافق. الحكومة القائمة هي حكومة توافق بين إسلاميين وبين علمانيين، ونحن نرى بأن هذه ميزة من ميزات التجربة التونسية، أنها لم تقم على المغالبة وإنما قامت على التوافق، لأن المراحل الانتقالية تقتضي ذلك. ونحن نقدر أنه حتى بعد الانتخابات لا تزال البلاد محتاجة إلى أن تسودها استراتيجية التوافق وليس المغالبة. والتوافق آلية من آليات الديمقراطية وليس ضد الديمقراطية. هل ذلك من أجل أن يتنازل لنا الآخرون عن شيء؟ لا، قلت هذا مبدأ. لماذا اليوم فقط حرمنا العنف؟ لم نؤسس للعنف، نحن ضحايا العنف، وكنا استنكرنا ولا نزال نستنكر كل ضحية من ضحايا كل عمل عنيف، ونتعاطف مع كل ضحية من ضحايا. أيضا هذه المجموعات لم تكن أعلنت الجهاد، لم تكن تمارس العنف، كانت تقدم أفكارا، فكنا نحاور كل أصحاب فكر. ولكن عندما يصل الأمر إلى وضع هذه الاستراتيجية موضع تنفيذ، عندما يصبح الأمر يتعلق بقتل جنود وبقتل واعتداء على مواطنين، يختلف الأمر. السلفيون يطالبون الحكومة بالاعتذار، هكذا يطالبون الداخلين بالاعتذار على ماذا؟ على أنها قاومتهم. يعني الداخلية قائمة على
تطبيق القانون، كل من يخرج عن القانون من واجب الداخلية أن تلزمه بالانضباط للقانون. وقلت لا يمكن الجمع في مجتمع متحضر، لا يمكن الجمع بين استراتيجيتين متناقضتين، استراتيجية العمل المدني واستراتيجية العمل العنيف، إما أن تختار هذا أو أن تختار ذاك. بعض الناس يتصورون بأنه اليوم، بعض الجهاديين في العالم ينصحون جهادي تونس أن الوقت مازال مش مناسب، يعني الآن يعني لا تدخلوا في معركة. اليوم نشر في الصحافة رسالة وجهت إلى جهادي تونس أن الوقت غير مناسب ولا تزالون ضعفاء والدولة لا تزال قوية. هذا خطاب ليس مطمئنا، وإنما هو جزء من الخطاب، جزء من الخطاب الإرهابي في الحقيقة. هذا إفساد في الأرض بمنطق الإسلام. ربي قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقتل المسلم جريمة، هذا الشعب شعب مسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولذلك الشيخ عبد الفتاح وجه نصيحة إلى أنهم أن يتقوا الله وأن لا يحجزوا لأنفسهم أماكن في جهنم، أليس كذلك؟ في جهنم في الآخر، أما في تونس في أي إطار المشاركة في لا المشاركة في ندوة في الولايات المتحدة، واضح اللي هي مشاركة في ندوة الإسلام والديمقراطية، وتنظمها مؤسسة تونسية أمريكية، هذه مؤسسة الإسلام والديمقراطية. لماذا تم تفتيش الحقائب؟ على كل حال سمعت الآن بالموضوع أنا، فأقول مباشرة حرصا عليكم وعلينا جميعا. تحصين الثورة قانون، لما يتحول تحصين الثورة قانونا، وعندما يتحول إلى قانون يصبح تطبيقه بيدي أيضا بيد رجال القانون، أجهزة القانون، وليس بيدي طرف معين. الحضور الإعلامي لأنصار الشريعة موضوع جدلي، هذا مختلف. أنا أتذكر السيدة تاكشر في بريطانيا كانت منعت على الجيش، منعت وسائل الإعلام البريطانية، وبريطانيا قلعة من قلاع حرية الإعلام، منعت وسائل الإعلام البريطانية من نشر صور جيش تحرير إيرلندا، بينما وسائل إعلام أخرى ترى أنه من حق الإعلام أن يغطي كل شيء. هذا موضوع خلافي. الدولة لا تطبق، اعتبار الدولة التونسية دولة كافرة وطاغوت، هذا مخالف للواقع. ما هي الدولة أصلا؟ هؤلاء ما يفهموش حتى الدولة، مش فاهمينها. شو هي الدولة؟ الدولة تتكون من ايش؟ الدولة تتكون من شعب ومن أرض ومن نظام. هل الشعب التونسي شعب كافر؟ اللي كفر الشعب التونسي يعني جاهل. هذا الشعب منذ دخله الإسلام وهو مسلم، سواء كان يطبق الإسلام يطبقه تطبيقا جيدا وإلا مقصر في تطبيق الإسلام، لكن الجميع عندما تسأل هل أنت مسلم يجيب بأنه مسلم ونص مسلم ومعتز بي إسلامه، فكيف تكفره؟ أما الأرض، هذه أرض مسلم، هذا جزء من العالم الإسلامي تونس. أما النظام حتى الدستور 59 والبند من بنوده اللي حفظنا عليه أن هذه دولة تونس لها هوية، الدولة لها لغة العربية ولها دين هو الإسلام، والعارفون بالقانون التونسي يسجلون يؤكدون
أن أكثر من 90% من القوانين التونسية مصدرها من الشريعة، مصدرها من الفقه الإسلامي. يقرأ كتابا من يشك بذلك يقرأ كتاب للأستاذ بوزغيبة حول علاقة القانون التونسي بالشريعة، كتاب فيه 600 صفحة. فأولا فالذي يقول هذا كلام جاهل يصف الدولة التونسية بأنها دولة كافرة، بل دولة يتحسن إسلامها وتزداد إسلاما، والثورة زادت تونس إسلاما من خلال الحرية باعتبار الحرية مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام. فنحن إسلامنا كان ينقصه مبدأ أساسي والحرية، الثورة عززت إسلامنا ودعمته وجعلت المساجد حرة الجميع، وجعلت الدعوة إلى الله حرة، وإقامة هذه الخيمات حرة، خيمات دعوية التي يصرون عليها هي ثمرة من ثمار الحرية في هذه البلاد ومعلم من معالم الإسلام. ولذلك الالتزام بالقانون لا مناص منه، لأن الإسلام دولة قامت على الشريعة، والشريعة معناها القانون مش فوضى معناها. ما هي أبرز ملامح الشوط الثاني من مؤتمر الاتحاد؟ ستطلعون عليه غدا إن شاء الله. والاتحاد سيتمسك بما انتهت إليه ندوة قرطاج، ندوة إليه الأحزاب، وستشارك أحزاب أخرى ما شاركتش في قرطاج، وستشارك مؤسسات مجتمع مدني ما شاركتش. ولذلك يمكن إثراء مش إلغاء، يمكن إثراء ما توصلت إليه ندوة الحوار في قرطاج. وعلى كل حال حتى لو في كل الأحوال محصول حوارات قرطاج وحوارات التي يقودها الاتحاد ستمضي إلى المجلس الوطني التأسيسي ليحكم عليها، ليأخذ ما يأخذ ويترك ما يترك. الأزمة السورية، نحن مع الثورة السورية، مع هذا الشعب المظلوم الذي دفع أكثر من 100,000، هذا نظام طاغوتي بحق، والذي يماهي ما يراش فرق ما بين النظام التونسي والنظام السوري معناها أعمى بالحقيقة، بين نظام قام على الحرية وبين نظام قام على الطائفية والاستبداد. وكان من مبادرات تونس أن قطعت علاقتها مع هذا النظام المستبد، وما تغيرش النظام اللي قطعت العلاقة معه على أساس استبداده وجبروته، لم ينقص استبداده وإنما استفحلت جرائمه. ربما نحن هل سندعو إلى شيء جديد؟ نحن في قرطاج كما في ندوة الاتحاد دعونا وسندعو باستمرار إلى هدنة اجتماعية. هناك عقد اجتماعي وقعته الحكومة مع الاتحاد ومع منظمة الأعراف، مطلوب تجسيده حتى تمضي البلاد إلى انتخابات حرة نزيهة في ظل هدوء، والوضع الاقتصادي في البلاد يقتضي ذلك، يقتضي تنشيط الدورة الاقتصادية، تشجيع العمل، الحد من الإضرابات وخاصة العشوائية وقطع الطرقات، يقتضي وجوب أن تتحرك دواليب الاقتصاد في كل مكان، ولا سيما في منطقة الفوسفات حيث تعرضت مصالح التونسيين
تعرضت المنطقة وتعرض اقتصاد تونس إلى خسائر كبرى كانت تغنينا عن القروض لو ظلت هذه المكينة، لو ظل هذا المصنع الكبير مصنع الفوسفات ولواحقه وتوابعه ينشط. ولذلك نحن نثني خيرا على النشاط الجديد، على روح الجديدة التي انطلقت في المنطقة، في منطقة الفوسفات، منطقة قفصة، دعوة لتشجيع نشاط هذه المؤسسة الضخمة التي تمثل البترول متاع تونس في الحقيقة. يعني أهم مورد عندنا اقتصادي هو مورد الفوسفات. نثني خيرا على العاملين وعلى النقابات التي عملت على تحريك هذا القطاع، فأصبح ينشط بعد ما كان ينشط بنسبة 10% أصبح ينشط بنسبة 80%، ونامل أن ينشط بنسبة 100% إن شاء الله. هذه المصافحة تمت في إطار عام، في إطار الأداب العامة.